عشو مستعجلة؟ بحضر شي لعزوي حتى ما يجيبولي شو مكان. انت شو بدك؟ بدك ايه خشب زين؟ بدك ايه؟ شو بدك؟ كيف؟ شي تقيل. ايه شفته عنده جوا اشي حلو كتير كمان. كيف بدك بقلبه نوعية؟ من جوا كله ابيض؟ ما في غير الوان؟ لا ابيض. ليش شو بدي غير لون كامل؟ كيف كان بدي غير لون؟ زهر. يجي يشوف نقي لي مثلا اليوم يعني بتقولي هذا بنخليه على جنب. هلا في ناس بعد ما ماتوا دفعوا رعبون قال هذا الا. هيك ليكي بدك تكايه مش تكايه شو بدك؟ بس احنا وجينا لعنده مش ما تفرجى لك رقبتي. في عندك خديجه طبيه كمان. عشان ما انكعب. بعدين اذا بدك مشان تعملي جوا بدك شيء ابيض هو ابيض بدك تعملي غير لون نعمل غير لون. عندك فساتين كمان؟ عنده فساتين كمان ابيض كله ابيض. بس انت بدها شيء دونتيل كله مخرم وكله تخريم. ما قوم اخذ برد. لا ما تخافي ما تخافي ابدا. كله مغطى بالاثنين وكلسات وطرحه. كلسات؟ شو فيها كمان طرحه؟ وكلسات؟ والله سيارات مرتبة كلها جديدة، بعدين زهور كله ورد أبيض. إيه. وبعدين أربعة جاتا يحملوا مرتبين. إيه. وبعدين. على الراحات على الراحات. زهور أبيض. فينا نشوف صور الشباب يلي بدهم يحملوا. شباب مرتبين. يلبسوا بنطلون أسود، جاكيت سوداء، وكرافات وقميص بيضاء. أحمر مثلا. بدك أحمر؟ إيه. نعمل لهم أحمر. تقريبا شو حق الواحد عندك ب 1200 في 1005 في 2000 في حسب كل واحد بيساوي. لا اسعاره منيحه لحقت وجيت انا معه رح نقي شيء لي كمان انت لانك اكبر مني. ايه انت لون بس انا بدي لون افاتح كتير 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 مش مزبوط مش حسب العمر على كل حال يا لون هيك يا لون هيك. هلا هي اختي حتاخذ هذا الغامق لها. هي اختك؟ ايه وهذا الفاتح لإلي أنا. وإذا أنا بدي فاتح؟ فين عمرهم 90 سنة بياخذوا فاتح، كله ياخذوا زامل. شو؟ على ذوقك يا أختي. يا أختي أنا تابوتك على ذوقك أنت، بس تابوتي أنا على ذوقي أنا. استخلك يدل علي عم فول علي هيدي أختي بحبها، عم بتفول على حالها. يلا بدك شي بعد؟ ضماني وشباب كويسين وسيارات جديدة وبعدين زهور مرتبة وبعدين 20 سنة 25 سنة الخشب يضل مثل ما هو أبد. بعطيك شيء يهدي شيء ماثي. وفستان كله مخرم دونتيل دونتيل كله هذا شغل العزارية. ما بتكوني إلا مبسوطة. أنا وميتي بكل مبسوطة. خدي دوبي. لا بالطبية صبية.